أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا كوفيد-19 لمواطن وست مواطنات ومصرية وأخرى تايلاندية وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي الحالات المتعافية 44 حالة حتى الآن في المملكة. وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. وجددت الوزارة دعوات هذا المواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين الاتصال على الرقم 444 أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط www.moh.gov.bh444 لجدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.